السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا موجهة لطلبة المرحلة الثانية قسم الفيزياء لمادة الكهرباء المتقدم، وهي المحاضرة الأولى من الفصل الثالث بعنوان دوائر التيار المتناوب. تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى موضوع الحث الكهربائي وكيفية توليد قوة دافعة كهربائية محتثة من خلال تغير الفيض المغناطيسي في ملف. اليوم سوف نستعرض التيار والفولتية في دوائر التيار المتناوب. ممكن أن نعرف التيار المتناوب هو التيار الذي يكون متغير المقدار والاتجاه بشكل دوري مع الزمن، وهذا يعني بأن التيار يعكس قطبيته كل نصف دورة. وهذا الكلام أيضا بالنسبة للفولتية المتناوبة. فمثلا لو كانت لدينا دائرة تحتوي على مصدر للفولتية المتناوبة ويزودنا بفولتية، ممكن أن نصف هذه الفولتية من خلال المعادلة التالية: V يساوي V نوت ساين أوميجا تي، حيث V هي الفولتية الآنية و V نوت هي أعلى فولتية ممكن أن تصل إليها الدائرة، وأوميجا هي السرعة الزاوية وتي هو الزمن. كذلك الحال بالنسبة للتيار، ممكن أن تكون المعادلة بالشكل التالي: I يساوي I نوت ساين أوميجا تي. وممكن أن تضاف للمعادلة مقدار فرق الطور بين الموجتين. من خلال المعادلة نلاحظ بأن المصدر يعطينا فولتية تتغير بين قيمتين، بين V و V نوت. فلنلاحظ الرسم التالي. إذا ركزنا في الرسم نلاحظ أن شكل الموجة الفولتية هي شكل موجة جيبية، وهذه الموجة تعيد نفسها بشكل دوري مع الزمن، يعني بأن الموجة هذه تبدأ من الصفر وتصل أعلى سعة لها في V نوت، ثم تعود للصفر عند إكمالها نصف دورة في الاتجاه السالب، ثم إلى الصفر عند الدورة الكاملة. وعندما نقول بأنه الموجة باتجاه سالب V، فهذا يشير إلى الاتجاه الموجة وليس إلى مقدار الفولتية. المسافة طبعا في الرسم الموجة نفسه، المسافة من صفر إلى T تسمى دورة كاملة. فمن خلال هذا الرسم ممكن أن نحسب التردد، والتردد هو عدد الدورات في الثانية الواحدة. طبعا أكثر الأجهزة الكهربائية عندنا تعمل ب 50 هرتز. من أبسط أنواع دوائر التيار المتناوب هي دائرة التيار المتناوب التي تحتوي على مقاومة فقط، أو تسمى بدائرة مقاومة صرفة. كما نلاحظ بالشكل بأنه الدائرة تتكون من مصدر للفولتية، وهذا المصدر يزودنا بفولتية. طبعا ممكن وصفها قلنا بالمعادلة اللي هي V يساوي V نوت ساين أوميجا تي، وهذه المعادلة طبعا معادلة عامة بالنسبة لدوائر التيار المتناوب. بالإضافة إلى مصدر فولتية توجد مقاومة، وهنا المقاومة راح نرمز لها V صب R، معناه تشير إلى أنه الدائرة تحتوي على مقاومة فقط. فلو بدأنا بالمعادلة العامة لدوائر التيار المتناوب،
v يساوي ان v نوت ساين اوميجا تي. فال v هنا ممكن ان تكون v سب r لان الفولتيه الماره عبر المقاومه هي نفسها فولتيه المصدر. فالمعادله ممكن ان نكتبها بالشكل v سب r يساوي ان v نوت ساين اوميجا تي. إذا طرحنا من الفولتية المجهزة الفولتية المارة خلال المقاومة، يعني إذا قلنا V ناقصا V سب R فهنا المفروض يساوي صفر، حيث أن V سب R تساوي أن I سب R في R كابتر. I سب R نقصد بها بأنه التيار المار خلال المقاومة. فإذا طبقنا قانون أوم I سب R إيش راح يساوي لنا؟ V سب R على R، يعني التيار يساوي لنا فولتية على المقاومة. بالرجوع إلى المعادلة الأولى ممكن أن نعوض عن V سب R بمقدار V نوت ساين أوميجا تي، وبالتالي راح يطلع عندنا هذا الكسر إذا استعضنا عن V نوت على R بمقدار نسميه I نوت. وهنا I نوت تشير إلى أعلى تيار ممكن أن يمر خلال الدائرة، فراح تكون عندنا المعادلة الأخيرة بالنسبة للتيار هي I sub R يساوي لنا I نوت ساين أوميجا تي. وممكن ممكن أن حسب قانون أوم يعني هذا بأنه I نوت يساوي لنا V نوت على R. في هذا النوع من الدوائر أن التيار والفولتية دائما يكونان في نفس الطور، هذا يعني انهما ان موجة التيار وموجة الفولتية اذا رسمناهم راح نشوفهم ينطلقون من نفس نقطة الصفر ويصلون الى نقطة المنتصف في نفس النقطة ويكملون الدورة الكاملة في نفس النقطة. هذا لا يعني بانهما متساويان بالسعة، ممكن ان يكونوا مختلفان بالسعة ولكن يهتزان بنفس الطور كما نلاحظ في الرسم. نشوف الرسم اللي على جهة اليسار اللي يمثل لنا مخطط التيار والفولتية مع الزمن. نلاحظ بالرسم ندقق على موجة التيار والفولتية، راح نشوف بأنه موجة التيار وموجة الفولتية اثنينهم ينطلقون من نفس النقطة ويلتقون في المنتصف ويكملون الدورة في نفس النقطة ولكن السعة مالتهم مختلفة. هذه ميزة دوائر التيار المتناوب اللي تحتوي على مقاومة فقط. أما الرسم اللي على اليمين يمثل هذا الرسم المخطط الطوري، نلاحظ بأنه متجه التيار يكون أطول فولتية. في هذا الرسم هذا يشير إلى أنه سعة موجة التيار أعلى من سعة موجة الفولتية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نلاحظ بأنه متجه التيار ومتجه الفولتية منطبقان مع بعضهما، وهذا يشير إلى أنهما في إلى عدم وجود فرق طور بين الموجتين. من هذا نقدر نستنتج بأنه موجة التيار والفولتية في دوائر التيار المتناوب اللي تحتوي على مقاومة صرفة يهتزان بنفس الطور ولكن بسعة مختلفة، وهذا اللي جعل معادلتهم V يساوي V0 sin omega t
والتيار I يساوي لنا I not sin omega t بدون وجود فرق بالطور. يعني ما نقول sin omega t ناقصا phi أو زائد phi كما في الدوائر الأخرى التي تحتوي على ملف أو على متسعة كما سنشرحها في المحاضرات القادمة.